الحمد لله على السلامة. توفيق، هو انت جيت امتى؟ انا لسه واصل حالا. مالك يا كارمن؟ في ايه؟ في انا محتاجة لك يا توفيق. طب اهدي اهدي بس. في ايه؟ في ان انا قولي ما تخافيش. انا عايزة احكي لك على حاجات، وعايزك تفهم الحاجات اللي انا اقولها لك دي وتقدرها. وبعدين انا مش عارفة احكي لك اندم ولا ما احكي لكش اندم اكتر. احكي يا كارمن، انا مش مبسوطة. انا شايفك كده. في ايه؟ طيب انا هحكي لك على كل حاجة ماشي، بس انا على الاقل عايزك يعني تسمعني كصديق، مش احنا اصحاب. كارمن، من غير مقدمات، ممكن تقولي لي في ايه؟ هقول لك، انا عايزه احكي لك، بس انت توعدني ان انت تسمعني كصديق وتقولي رايك وتقولي اعمل ايه كمان. اي حاجه انت تطلبها مني انا هعملها. ها يا كارمن. توفيق، بص انا انا عملت مصيبه سودة. خير؟ كتبنا الورقتين ورحنا الفندق. نرجس دخلت تاخد شاور يعني، وانا قعدت مع نفسي، لقيت نفسي حقير جدا وندل جدا، ان انا وخاين كمان. انا اخون نازلي حبيبه قلبي الوحيد اللي حبيتها في الدنيا. فانا بقى رحت فاتح الشنطه واخد الورقتين وعلى الطياره جري. هعمل ايه طيب؟ فين الورقتين؟ اهم. طيب خلاص خلاص، يبقى كده ما حصلش حاجه خالص. يعني ايه ما حصلش حاجه خالص؟ انت كمان ابويا غلط في حق امي ولازم يقول لها ولازم تعرف. لا ما حصلش حاجه يا توفيق، خلاص. لا، مستر سليمان كان هيغلط ولحق نفسه، والورقتين هم خلاص. انتوا جايين تهرجوا؟ وهل ازاي نرجس دي هتسكت؟ دي هتعمل لنا هنا بدل الفضيحه 10. انت بتعمل فضيحه، وطي صوتك خالص. هي هتعمل فضيحه ازاي يعني؟ هتيجي تقول ايه؟ هتفضح نفسها؟ تقول يعني ان هي كانت راحت تتجوز عرفي ومستر سليمان سابها؟ هي مش ممكن تعمل كده. لا يا قول لها بابا ماما لازم تعرف. توفيق اهدى. مستر سليمان لو قال لمدام نازلي الموضوع هيتعقد جدا، وبعدين هي هترجع تاني تكسره اكتر من الاول. ما ينفعش.